هلو هلو، هابي فالنتاين داي. يلا بينا نعمل مع بعض ميك اب لوك يكون سيمبل برسمه اي لاينر تكون جديده ومختلفه لكل البنات تعرف تعملها. اول حاجه هنستخدم مع بعض المرطب. هحط المرطب على البشره، والمرطب ده ما يميزه ان هو فيه البرايمر. فاول حاجه هاخد منه شويه، ابتدي احط على البشره، ابتدي اعمل له بلند، وبعد كده هنستخدم مع بعض الفونديشن بتاع فيتني. هو تحفة والكفرج بتاعه حلوة وكمان خفيفة على البشرة. انا الدرجة بتاعتي 128، ابتدي اخد منه شوية. اخدت كمية من الفونديشن على ايدي، وهبتدي اخد البروش بتاعتي من جيسب. هبتدي اخد الفونديشن وابتدي احط على البشرة بطريقة الطبطبة بالشكل ده. بعد كده هنبتدي نستخدم الكونسيلر ده بتاع ميبلين سوبر ستي. هو فول كفرج والدرجة بتاعته رقم 20. هبتدي اخد منه حاجة بسيطة جدا تحت العيون بالطريقة دي، من اول العيون ومن اخر الزاوية بالشكل ده عشان اسحب العين معايا لفوق. هبتدي احط نفس الكلام في العيون التانية، هبتدي اسحب العيون لفوق بالشكل ده، حاجة بسيطة خالص. هبتدي احط عند الدقن هنا، هبتدي احط هنا عند النوز، وفوق شوية عند الجبهة علشان انور المنطقة دي عندي. هبتدي استخدم البيوتي بلندر بتاعتي، هي مندية شوية. تمام، هبتدي اعمل بلند تحت العين كده بالشكل ده بطريقة الطبطبة. خدي وقتك في الدمج وما تستعجليش علشان ما يخططش تحت العيون. ما تنسوش يا بنات ان انتوا تعملوا بلند للاطراف بتاعته علشان تكون مدموجة مع الفونديشن بالشكل ده. وبعد كده هنستخدم لوز باودر ايريس بون، دي هثبت بيها البشرة كلها. احنا عارفين ان التثبيت مهم جدا علشان الفونديشن والكونسيلر بتاعنا ما يخططش. هبتدي اخد كمية من اللوز باودر واخففها على ايدي، واتأكد ان مفيش اي خطوط عندي تحت العيون، وابتدي اثبت بالشكل ده. انا بثبت بطريقة الطبطبة بالشكل ده كده. وبعد كده هاخد كمية كمان وهبتدي اثبت البشرة كلها. وهبتدي اخد اي براش عندي تكون فلافي بالشكل ده، وهبتدي انفض اي باودر زيادة على البشرة. بعد كده هبتدي املى فراغات اللي في الحواجب عندي. انا بصراحة الحواجب بتاعتي بالواكس بتاع الشيجلام. هبتدي اخد براش عندي بالشكل ده بتاع الحواجب، دي بتاعت جيسب رقمها 312. هبتدي اخد اي باودر عندي لونه بني اي شادو، هبتدي املى بيه الفراغات. انا بس بملى الفراغات اللي عندي مش اكتر من كده. باخد كمية خفيفة جدا من الاي شادو وابتدي اثبت على الحاجب، وبحدد الرسمة بتاعته من قدام. باخد خط، بسحب خط كده من اول شعر الحواجب عندي. هبتدي اخد الكونسيلر بتاع ميبلين سوبر ستي، احط منه كمية بسيطة جدا تحت الحواجب كده بالظبط بالشكل ده، وانزل على الجفن بتاع العيون. هبتدي استخدم البيوتي بلندر واعمل بلند للكونسيلر اللي انا حطيته. هبتدي استخدم بلت الاي شادو دي بتاعت هدى بيوتي، وابتدي اخد منها الدرجة دي، وهجيب اي براش عندي اعمل بيها بلند. دي بتاعت جيسب رقمها 221. هبتدي اخد اللون كده وانفض شوية، ابتدي اعمل حركات دائرية على جفن العين كله. هبتدي اخد من نفس الدرجة واعمل ميكس مع اللون البني الغامق شوية، وابتدي اخد خط من تحت الرموش بالشكل ده واسحب على فوق. هبتدي استخدم ايلاينر بتاع تشاو، هو حلو قوي يا بنات. البروش بتاعته رفيعه قوي فبتسهل معاك الرسم. هبتدي اخد كميه من البرودكت كده، هبتدي اسحب خط من اول خط الرموش بالشكل ده، وهقفل المثلث عندي كده. هبتدي برضو اسحب من اول الرموش عندي من تحت، وهبتدي ادخل بالخط ده عند العيون وهملى الفراغ بالشكل ده، وهبتدي اسحب خط على اول خط الرموش عندي من فوق. ابتدي اكمل الخط بتاعي لقدام لاول العيون. هبتدي استخدم معاكم الكحل بتاع ريميل لندن النود. النود بيبقى حلو قوي في العيون الضيقه. هبتدي اخد منه كده نفس الكلام في العيون الثانيه، حاجه خفيفه خالص. وهبتدي استخدم الماسكرا بتاعتي بتاعت تشاو، وهبتدي ارفع عيوني كده لفوق، وهاخد الماسكرا بطريقه دائريه كده بالشكل ده. دي بتكثف معايا الرموش اكتر
ولو انتوا حابين تدوا كثافة اكتر للرموش بتاعتكم ممكن تحطوا لير تانية من الماسكارا. هبتدي استخدم معاكم البلد دي بتاعت بيوتي كرييشن بتاعت البلاشر. هبتدي اعمل ميكس للدرجتين دول بالشكل ده. هبتدي احط على الخدود واحط شوية على الده وعلى النوز ولو حابة على الجبهة. هبتدي استخدم معاكم الليب لاينر ده، هحدد بيه رسمة الشفايف عندي. انا يا بنات هحط الروج بتاعي النهاردة لونه احمر، لكن انتي لو لابسة مثلا حاجة لونها احمر ومش حابة تحطيه فممكن انتي تغيري اللون، تحطي الدرجة مثلا على نود على بنيات اللي انتي حباه عادي، لكن انا النهاردة حابة احط معاكم الروج على احمر. هبتدي ارسم الشفايف الاول، بحدد الشفايف. انا بحب ادي فوليوم شوية للشفايف بتاعتي، فببتدي اكبر شوية، اخد الرسمة بتاعتي من فوق الشفايف نفسها، مش من نفس الخط بتاع الشفايف. وهبتدي استخدم الروج ده بتاع ميبلين سوبر ستي درجة رقم 340. وده يكون الفاينل لوك، يا رب يكون عجبكم. هستنى رايكم تحت في الكومنت، واللي طبق الميك اب ده يبعت لي صورته. وبس كده، هابي فالنتاين داي، باي.